بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هناخد فاميلي ايزوسبوريدي، هناخد منها جينس ايزوسبورا اند سبيشيز ويتش امبورتانت تو هيومن. ايزوسبورا بيلي، ايزوسبورا بيلي، جينس ايزوسبورا اند سبيشيز از ايزوسبورا بيلي. ايزوسبورا بيلي از بارازايت، زونوتيك بارازايت، بارازايت ريسبونسبل فور اوتو انفكشن اند فيكو اورال بارازايت. كنا نقول فيكو اورال بارازايت معناها ان عندنا اوسيست بتنزل ماتيور ريدي فور انفكشن على طول، ريدي فور انفكشن على طول. انفيسز الايزوسبور، في الايزوسبورة بنلاقي فيها ماتيور سبوريوليتد اوسيست with two sporocysts and each has four sporozoites. يبقى الاوسيست بتاعتنا بتنزل ماتيور شبه الاوسيست بتاعت توكسوبلازما بالظبط. الاوسيست بس بتبقى لونج او اوفويد 20 to 30 مايكرون ان ان ويدث، تونا ان لينث سوري تو 19 مايكرون ان ويدث ان فيكال سامبلز. ديفلوبمنت كونتينيوز outside the body and get maturation بيحصل outside the body بس مش فترة، مش فترة زي التوكسوبلازما، يعني just release of the stool isospora is ready for infection. دي هنا شكل الـ oocyst، شايفين بيبقى فيها حاجة اسمها conoid body كده على على التب، وبيبقى معها residual كل أربعة sporozoids معهم residual بادي جوه جوه السبوروسيست. ادي سبوروسيست اهي، من ادي واحده فيها فور سبوروزويتس لهم تيبرنج اند بلانت اند، والنيوكلاس تقريبا سنترال فيهم، ومعاهم كمان ريزيدوال بادي. وفي اخر السبوروسيست هنا في حاجه اسمها الكونويد، كونويد اورجانيل. دي ماتيور، ماتيور اوسيست اوف اسبورا. هذه هنا تاني الماتيور، هي هي سبوريوليتد اوسيست بنشوفها في السامبلز، ستيند سامبلز اهي ماتيور اوسيست. دي ماتيور سبوروسيست، دي هنا سبوروسيست واحده جواها اربعة سبوروزويت وفيهم الريزيدوال بادي. لايف سايكل، life cycle: an oocyst with one sporoblast is released in a stool of infected person. After the oocyst has been released, sporoblast mature further يعني بسرعة جدا and divides into two sporocysts each with four sporozoites. After sporoblasts divide they create cysts and become sporocysts. The sporocysts divide resulting in four sporozoites. ادي الاوسيست وادي السبوروسيست، دي اللي فيها اتنين سبورو، الاول سبوروبلاست واتنين سبوروسيست just after release بسرعة. حتى لو سيبنا السامبل الستور سامبل برا شوية في المعمل بنلاقي يحصل division بسرعة ويحصل sporulation. Transmission occurs when these mature oocysts are ingested. Oocyst بيحصل لها ingestion دول فيكو أورال أي بليوشن with feces الwater الفود الكوكروتشز ممكن تنقل السبوروسيست أو mature oocyst للأكل بتاعنا. أي فيكال بليوشن للفود بتاعنا by ingestion بيبقى the mode of infection. The sporocyst exist in the small intestine where sporozoites are released and the sporozoite then invade the interior epithelial cells and schizogony is initiated. بيحصل schizogony الاول اللي هو asexual division الاول، وبعدين بيحصل asexual division. When schizogony rupture merozoites are released and continue to invade the epithelial cells or more interior epithelial cells. Trophozoites develop into schizonts and containing many merozoites.
after 1 week development of male and female gametocyte begin in the merozoites and يحصل fertilization occurs with release of oocysts. دي صورة life cycle هنا باينة اهي ingestion food هنا في الانتستين بيورينا repeated infection del epithelial cells and repeated schizogamy في الاخر بيحصل بيتكون عندنا male and female ويتكون عندنا ال oocyst. Sporulation time of oocyst is usually from 1 to 4 days and the entire life cycle takes about 9 to 10 days. Mature oocyst cystoisospora belli أو الايزوسبورا belli can remain infective in the environment 4 months. يعني بنقول عايز يقول انها resistant oocyst لكل حاجة وبتفضل infective في الانفايرومنت اللي هي موجودة فيها. كده يبقى الايزوسبورا بيلي خلصت وان شاء الله يبقى لنا جزء صغير اللي هو السيليوفورا. احنا كده خلصنا الايميرينا كلها ايزوسبورا جينس ايزوسبوريدي فاميلي ايزوسبوريدي سوري ساركوسيستيدي اند كريبتو سبوريدي. كده يبقى لنا السيليوفورا فقط ان شاء الله. بالتوفيق ربنا معاكم. شكرا ليك. سلام عليكم.